ايه ده؟ الساعة 10 الا تلت. المفروض ان انا انشر الفيديو ومنتجه واعمل الثامبنيل والكيوردز وكل حاجة والعنوان والوصف في 2 ساعة وتلت. يا نهار، ده المفروض ان انا احط الانترو الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنشرح شركة إعلان جديدة، بما إن النهاردة السبت، ففي يوم السبت المفروض بنشرح شركة إعلان جديدة. وفعلا شركة إعلان دي هي جديدة، واللي يهمنا في إن هي جديدة ولسه معمولة قريب إن هي بتدفع سي بي إم عالي. فمش في شركة إعلان جديدة، لما شركة إعلان بتطلع جديد بتعمل سي بي إم عالي، أعرف إن دي شركة مصداقيتها عالية. طبعا لسه محدش سحب من الشركة ومفيش إثبات دفع للشركة، ولكن الشركة هقولك على كذا حاجة تعرفك إن الشركة دي مصداقيتها عالية. معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك، وفي حلقة النهاردة هنشرح شركة أفيلايت، ونبدأ بعد فاصل. ورجعنا لكم مرة تانية. أولا هي دي الواجهة بتاعت الشركة، زي ما انتم شايفين هي شركة جديدة، جديدة بمعنى جديدة. هنشوف كده هنا زي ما انت شايف 874,000، جديدة، شركة جديدة لسه معمولة قريب. تمام. اولا الشركة عاملة اعلان على جوجل ادوردز، يعني عاملة اعلانات على اليوتيوب، اعلان نون سكيبابل، يعني اعلان غير قابل للتخطي، واعلان قابل للتخطي، وعاملة اعلانات بانر في جوجل ادسنس كتير. يعني الشركة معها بادجت محترم عاملة بيه اعلانات في جوجل. تمام، يعني دخل على جوجل ادوردز وعملت اعلانات. تمام، وممكن في الفيديو اللي انتوا شايفينه ده ممكن تلاقي اعلانات للشركه دي. حلو. تمام، هنخش عايزين نشوف الشركه في الموقع المصداقيه. طبعا انا اتفاجئت لان الشركه في موقع المصداقيه زي ما انت شايف هي 41%. تمام، هقول لك بقى على حاجه. نفس الموقع ده هو الموقع اللي قال على شموكي ادز ان هي شركة مصداقيتها عالية. تمام، فالموقع ده انا ما كنتش بثق فيه 100%، لان هو كل بيعتمد فكرته في الموقع ده على الدومين. الدومين لو هو قديم بيقول لك الموقع مصداقيته عالية، هو الدومين جديد بيقول لك الموقع مصداقيته مش عالية. تمام، ده دومين بتاعهم لسه 135 يوم، يعني موقع جديد لسه 135 يوم، اكيد هيقول لك ان هو مصداقيته مش عالية. جرب الموقع ولو ما عجبكش وطلع نصاب، يا سيدي انا واثق ان شاء الله مش هيطلع نصاب، لان الموقع ده عامل بادجت، معاه بادجت جامد او انه يعمل اعلانات في جوجل ادوردز كتير، فاعتقد ان الموقع ده ممتاز. او زي ما انت شايف، بص هنا في الحاجات اهو، دي في شروط الموقع زي ما انت شايف، شوف حاجات اهو بيقول لك الويب سايت ده 135 يوم، لك على الاقل لازم يبقى 300، على الاقل لازم يبقى سنة، يعني حاجات كتير قوي، حاجات كتير المفروض في الموقع بيقولك على الاقل ممكن لازم 6 شهور، مش عارف ايه، حاجات كتير. تمام، بس انا قلت لك الموقع ده ما هوش بثق فيه 100%، يعني هو 41%، ولكن زي ما قلت لك الموقع تمام. زائد حاجة تانية، ان برضو نفس الموقع اللي هو بتاع سكام ادفايزر ده، هو برضو اللي قال على اني روتس ان هو موقع مصداقيته عالية. اني روتس اللي هو كنت شرحته قبل كده وطلع نصاب، وهو برضو ده برضو اللي قال على ايرنينج يو ار ال ان مصداقيته عالية. تمام، احنا نفكنا من المصداقية ونخش على شرح الموقع. اول حاجة هي دي واجهة الموقع زي ما قلت، وهنضغط على ساين اب عشان ما نتأخرش. للعلم بس الموقع ده هو موقع اعلانات للهواتف اكتر من اعلانات الديسكتوب، وهنقول لك على مميزات في الموقع في الاول، يعني بعد ما نسجل على طول. هنا اول حاجة تكتب اسمك والايميل والباسورد، تعيد الباسورد، وهنا ممكن تسيبها فاضية وتعمل ساين اب. بعد كده هتعمل لوج ان على طول. تمام، ايميل وباسورد وتعمل لوج ان. تمام، هي دي الواجهة بتاعت الموقع، طبعا لسه مش اشتغلتش يعني. تمام، هنخش هنا على البلاتفورمز. تعالى هيطلب منك في البداية في الموقع، هيطلب منك ان انت تدخل الويب سايت بتاعك. البلاتفورمز دي غير، يعني هي دي اللي انت هتحط منها الاعلانات، ولكن يعني ايه اسمها بلاتفورم من الاخر، ما هيش اسمها اد او حاجه. هتكتب هنا اسم بلاتفورم وتحط هنا اليو ار ال، اليو ار ال بتاع الموقع بتاعك عادي. تمام، هتختار هنا دايركت لينك ولا بوب اندر. في بقى حاجه عايز اقولها لكم، ميزه تعتبر من ميزات الموقع، الموقع ده لما بتختار البوب اندر
الضغطة بيحسبها لك كليك وبيحسبها لك مشاهدة، تمام؟ الضغطة بيحسبها لك بيحسبها لك كليك وبيحسبها لك مشاهدة، بيحسبها لك كليك كأنها دايركت لينك وبيحسبها لك مشاهدة، تمام؟ هنا لو اخترت بوب اندر، تمام، هتسيب دي بوب اندر ودي هتعملها نو ليميت، تمام، وهتسيب دول كده هما هما كده، وايه دي برضو هتسيبها، تمام، وهتسيب سمارت لينك وتسيب كل حاجة كده وتعمل كريت، هتسيب اللي تحت دي ما تاخدهاش، تاخد اللي فوق تعمل لها كده كوبي وتحطها في التخطيط عادي جدا. نرجع للبلاتفورم ونعمل نيو ونشوف الباقي. زي ما انت شايف برضو هنا ممكن هتقوم برضو كاتب اي كلام، وهنا تحط برضو الويب سايت وتختار دايركت لينك، تمام كده اهو، وتنزل ما تختارش اي حاجه من الحاجات دي وتعمل كريت، هيديك دايركت لينك. لو طلعت هو هو الدايركت لينك ده، هو الدايركت لينك او هو، نخش نجربها على طول، نخش نشوف ووتر ميلون شيك، هنضغط هنا على اي مكان ووتر ميلون شيك، يعني ده هو هو الدايركت لينك ده. فلما تعملها بيحسبها لك كليك وبيحسبها لك مشاهدة، تمام يا شباب؟ اعتقد ان يعني ميزة الموقع دي واضحة. الموقع بيدفع بداية من $50، اقل مبلغ للدفع هو $50، بيدفع عن طريق البايونير، باي بال، بيتكوين، بيدفع عن طريق اكتر من حاجة زي ما انت شايف، باي بال، ويب ماني، واير، ديتيلز، و ايبيز، ايبيزي، مهم، اي كوين، و اي بايمنتس، وبيتكوين، وبايونير. ممكن تختار اي حاجة وكلهم اقل مبلغ الدفع اعتقد هو $50، ما عدا في ويب ماني بتاعي بيبقى اكتر بتاعي، تمام. باقي الحاجات دي مش مشكلة، والستيتس دي عشان لو عايز تعرف الحالات اللي انت عملتها، وهنا الكونتاكتس دي برضو مالكش دعوة بيها، حلو. هنا طبعا عشان لو عايز تخرج من الان، الموقع مفهوش حاجة اسمها ريفير حاليا يعني، تمام. الموقع اصلا زي ما قلت لكم هو اعلانات للهواتف، يعني انت لما بتختار البوب اندر بيبقى برضو للهواتف، كل حاجة دي بتبقى للهواتف، والاعلانات بيدفع فلوس اكتر بكتير للهواتف. انا لسه بصراحه ما شفتش السي بي ام بتاع الموقع، ولكن انا متاكد انه يبقى كويس، لان الموقع لما يكون جديد بيدفع بشكل كويس، صدقوني يعني عن تجربه، الموقع لما بيبقى جديد بيدفع جامد. اديك شفت الشموكي ادز دفعت قد ايه، ولكن لحد دلوقتي مش شفناش اثبات دفع، يعني لو حد معاه اثبات دفع يا ريت يبعته لي. فزي ما انتم شايفين هي دي كانت شركه العمل بتاعت النهارده، اسمها افي لايت، شركه ممتازه جدا يا جماعه، انا شايف ان هي تستحق ان احنا نجربها وتستحق التجربة. يعني الشركة دفعت كتير لجوجل ادوردز عشان الناس تشوف شركة الاعلان وتتشرح للناس، ان شاء الله تطلع كويسة ومش نصابة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة وشرح شركة الاعلان يوم السبت. ان شاء الله القاكم السبت القادم في شرح شركة اعلان تانية، وان شاء الله اشوفكم يوم الاثنين في شرح تطبيقات الاندرويد او مشاكل الاندرويد. يا ريت لو اي حد عنده مشاكل في الاندرويد او عايز نشرح تطبيقات معينة، يا ريت يبعتها لي على صفحة الفيسبوك او يكلمني على الاكونت الشخصي. كان معكم مصطفى من قناة مستر بونتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.